وإذا تعبان بيهرتح بالخدمة والإدحان. استريح يا زاير، استريح استريح حبيبي، استريح. هلا بالزوار، هلا بالزوار، هلا بالزوار، موسى بن جعفر. أم الخويا يا زاير، طلقة ما تطق بيها، تسرد يا لمش بزاد جيش البهد حاميها. طهم الخويا يا زاير، يا القاصد لي بن جعفر، تسرد يا هلا بدلة تخاف، دربك كامل إذا تقدر. وإذا تعبان فيها ارتاح بالخدمة وليد حيدر، كل خادم لو أنت نخاف بدلة ظن يتعذر. كلك زاير أمرني وكل حاجاتك أقضيها، تسرد يا هلا امشي بزاد جيش المهدي حاميها. أما الخويا يا زاير، طلقة ما تطق بيها، تسرد يا هلا امشي بزاد جسرد يا لا امشي بزور، خويا وقولي اللي تريده، ضدك وجه سلاح ابق سلاح ما يفيده. كل من حهواني منعك هزاير لي قصيده، على عادك والفندق طف الموزي ما نعيده. شوم الظلم والارهاب جدمك تسحق عليها، جسرد يا لا امشي بزور جيش المهدي حاميها. لازم اذكر هالقضية، لازم اذكر هالقضية، اذكران الوقفة هاي، اذكر اخوان النشامة اللي بيهم تعالى لواي، الشرطة عندنا الوطنية وجيشنا اللي بيهم رجاي، بدال السلاح بايديهم الك شالوا خويا ماي، الك شالوا خويا ماي. اما خويا يا زاير، طلقة ما تطق بيها، تسرد يا لمش بزاد جيش البهد حاميها. خويا توكل على الله وريح بالك الطم، عبوة النواصي بدو تسرد يا لمن يفعل. لو اني خدم تعبان المواكب هن لخدمة، واكب ناس تريح تصيح اهلا بكم وسهلا. مواكب هن كرم واحساس بيها تفوق اساميها، جسر ديانا امشي بزاد جيش المهدي حاميها. يا زاير، طلقة ما تطق بيها، جسر ديانا امشي بزاد جيش المهدي حاميها. ما وصيك يا زاير، يلت عني للحضرة فوقات الصلاة خويا وبالآهات والعبرة. ايام الزيارة هاي عند الناس بقشرة، اوصل للضريح وطوف حتى اللي يموت بالحسرة ودمعة حقدة يجريها، جسر ديالة امشي بزاد جيش المهدي حاميها. أما خويا يا زاير، طلقة ما تطق بيها، جسر ديالة امشي بزاد جيش المهدي حاميها. احنا احفاد ابو العسلي واحنا ولاد ابو فاضل، عرفونا الوهابي ما هنرجع اذا نازل. ويا ابن الصدر كلا نصيح للباطل، بس فتوى الجهاد نريد حتى نصول على العايل. تسرد يا هلا لو طالب القاعدة تمحيها، تسرد يا هلا امشي بزود جيش المهدي حاميها. تم المونتاج في مؤسسة عاشق العباس الإسلامية للإنتاج والتوزيع الإسلامي. بصوت الرادود الحسيني حمزة الشويلي والرادود الحسيني أركان القريشي، كلمات الشاعر الحسيني المبدع مرتضى العتبي. يهدى ثواب هذا العمل إلى روح المرحوم الشاب علاء حسن الركابي. تم التسجيل في شركة مدينة الفن للإنتاج والتوزيع الإسلامي. التصوير والمونتاج مرتضى الطيب.